كنبغي نشكر الدراري على المجهودات ديالهم اللي داروا، وكنبغي نشكر الجماهير اللي كتساندنا، وكنبغي نعتذر لهم بزاف بزاف على العصبة. الحمد لله حنا ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا في البطوله ان شاء الله وكاس العرش ويكون خير ان شاء الله. ودابا اهم حاجه عندنا هي البطوله، كنبغيو حنا عازمين باش ان شاء الله يكون خير ان شاء الله في البطوله. ماتش ماشي كان سهل، كان ماتش كان صعيب شويه، ان شاء الله نفكروا في اللي جاي ونقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله.